لمواصلة التحريض وخرق الهدنة الأممية، التقى وزير الخارجية الإيراني الوفد المفاوض لجماعة الحوثي الإرهابية لمناقشة الأنشطة التوسعية داخل اليمن بهدف تحقيق الأطماع الإيرانية ومصالحها الشخصية عبر أذرعها الإرهابية الحوثية. وذكر الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي أن اللقاء جاء لمناقشة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية والعسكرية على مستوى اليمن والمنطقة، والتي تواصل فيها ميليشياتهم مساعيها الإرهابية لتحقيق النفوذ الإيراني في اليمن. كما التقت جماعة الحوثي كبير مستشاري الخارجية الإيرانية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران لبحث خطط واستراتيجيات إرهابية جديدة في تجاوز واضح للهدنة، وكل الدول السعية والمشاركة في عملية تحقيق السلام في اليمن والمنطقة بشكل عام.